وسهلا فيكم بحلقة جديدة من How to Series. مرحبا واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم بحلقة جديدة من How to Series مع سوق التنين المقدم إليكم مني رجاء إدريس. اليوم نكتشف مع بعض موضوع كتير حلو وإنترستينج وهو How to plan a barbecue trip. Let's explore. طبعا حكيت بالإنترو we will plan a fun barbecue لأنه إحنا دائما بالعادة لما نطلع منحب نعمل باربيكيو نشوي نعمل أكل أشياء كتير. فا it's actually a kind of a picnic. ولأنكم حبيتوا فكرة إنه يكون معانا جست بآخر حلقة جبنا لكم جست اليوم عشان موضوع ال planning the picnic. My friend محمد. How are you, محمد؟ محمد is my best friend and we usually plan things together وباربيكيوز وطلعات على البر وقصص. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. متحمس؟ 100%. طيب أول إشي كنت أفرجيك إياه أظن راح ينفعنا بالبيكنيك راح نطلعها اللي هو سماعة بورتابل سبيكر تنشحن شغل أغاني العب كاريوكي اللي بدك إياه. والله حلو. حلو لازم طبعا بكل طلعة يكون عندنا إحنا إلمنت الميوزك موجود لأنه تعرف الواحد مش 24 ساعة راح يضلوا يحكي وكمان الركود بالطلعة والقعدة يعني هيك السكوت التام فيها راح يكون ممل فحلو الواحد يكون عنده سبيكر. طيب ديفاي اكوردنس وباي سبيكر خلينا نروح نشوف الشوب اللي بعده. حلو. طيب حلو ايش معاه ادابترات كتير واشياء قصص وشاحن سيارة حلو هلا هذا بشحن لنا السيارة طبعا لو طفت فينا البطارية فضيت واحنا قاعدين نشحن السيارة منه وفينا نشحن طبعا التليفونات كمان في اماكن للتليفونات وللسياره فهذا الشيء لازم يكون معنا في طلعات بالذات البر والاماكن البعيده يعني حلو كثير يكون عندنا هذا الشيء جست ان كيس طالعين طلعه بعيده ممكن سياره تطفي عندك دائما هذا اذا باك اب امرجنسي حلو حتى للطلعات اذا حتى بنشغل ضو اللي طالع ماخذينه معنا على الطلعه واي شيء وي كان يوز ات صح صحيح. طيب حلو يلا خلينا ليتس كونتينيو اكسبلورينج يلا واذا يا محمد اكيد بدنا نطلع بيكنيك حلوه ومرتبه لازم ما ننسى انه ممكن نجيب معنا بايسيكلز والله لازم الواحد يتحرك من وقت لوقت اكتيفيتيز هاي بسكليتات سكيتات اشياء حلوه وطبعا هذا البسكليت اي ثينك بنفع للمناطق اللي بتكون وعره ومش مش الاشياء المعبده التاير يعني. شوف قديش معريض ما شاء الله كبير وفي كل طبعا كل السايزات لكل الاعمار طبل يعني بتقسمهم بتحطهم بالسياره ورا تطبقوا بالسياره وفوض روح ما عندك مشاكل الامور طيبه كان حيجي العيد بس الامور طيبه كانه في زمور على فكره تعرف بس او ماي جاد في زمور في عداد سرعه والله ذاتس ادفانس هولدر الموبايل يلا ليتس كونتينيو اكسبلورينج جايز طبعا الصيد واحده من الهوايات اللي بنحب نمارسها طبعا طلعت مش محصوره بس على بر وحدائق وهي الاشياء الصيد والبحر له جو ثاني وطبعا هون في السوق الصيني عندهم تشكيل كويسه من السنانير للصيد على الشط صيد على الصخور على القوارب في عندهم تشكيله كويسه من حتى الماتيريال عندهم كويس بتحمل اوزان محمد انا ما بفهم ايش بالقصص هاي ايش هذا عادي اتركها لناسا اتركها للناس طب شو هالانواع كلها والوان وقصص وكذا في اشياء ما فيك تستخدمها على الشط فيني بس للبحر فيني اصيد شو هذا طبعا حسب انت شو الصنف من السمك او من الحبار او سمك كبير يعني مشان هيك بكون كبير طبعا بيستخدمون مخطفات يكونوا كتار طبعا وبحط وهي بتكون شكلها زي شكل الطعم اوكي عشان يمسكوا السمك فيه طبعا في عندهم الخيطان هون انواع مختلفه من ما تقول لي هاي ان شاء الله هاي بلفوا فيها السناره بلفوا فيها السناره طبعا هاي للسمك اللي كتير كبير طلعوا اللي بيصيدوا على القوارب وال ايش هاي نحاس از ذس كوبر او ماي جاد طبعا هاي لاوزان وقوه شو هاد انسى جابانيز يا حبيبي حلو فيري نايس طبعا شو بدكم انتم من سنانير اوزان هوك ريموفر هاي عشان من تم السمك احيانا بتكون انت صعب تطلع الهوك من تم السمك لما تصيدها فهاي بتساعدك عشان ما تأذي نفسك فإذا أنتوا حناوين تطلعوا بيكنيك وحابين تضيفوا عليها شيء جديد وحابين تصيدوا ولا إشي كل شيء موجود خلينا نروح نشوف مكان تاني Let's go يلا طبعا أهم كومبوننت عندنا وأهم عنصر عندنا بالطلعة هو الأكل الأكل لازم كله يكون فيه أكل يعني بدك تاخذ معك صحن ورق عنب صحن بتنجان محشي صحن منسف كله ديسبوزابل وحلو وفود سيف وجاهز فحتى الديزاينات واشياء يعني بتحس حالك كانك شاري اكل ومطعم وانت مسويه بالبيت يعني حتى اشياء الكوفي والعصيرات بتحس حالك هيك اب سكيل عس انك طالب من كوفي شوب وكذا ممكن تسوي العصير انت بالبيت فهذا المكان جدا كويس للي بحب يحط
أغراض الطلعة تبعته، الأكل بكونتينرات أو بأماكن يحفظها، حتى الأكل اللي بضل بعد الطلعة كمان في أشياء تستخدمها تقدر تحط فيها لها غطا. حلو هاي الأشياء السخنة. ملبسينها قميص. أوكي يلا خلينا نروح. شايف يا محمد أنا قلت لك لازم يجي على دراغون مارت. والله في كل إشي ممكن الواحد يحتاجه، لرحال شو مكان نوعها، بحر بر كله موجود. قلت لك يلا خلينا نروح نشوف المحل قلت لك عنه. قلت لك رح ألاقيها. شو هاي؟ قلت لك هاي اللعبة ترندي بروسيا صراحة. أوكي. اسمها ما بعرف بس it's very interesting. اوكي it's a board game basically. وشوف مكانها صغير يعني بنروح نحطه بشتة الفيشنج اللي جبناها. تمام. فالفكرة انك انت لازم تجيب 5 كرات نفس اللون جنب بعض. حلو. بس كل ما تغير حركة واحدة لازم تلف هاي. تلف واحدة. أوكي. فانت لازم تسكر على الاوبوننت نفس الوقت تعمل هاي. ف very interesting. والله حلوة. شو رأيك؟ بتخلي الواحد يفكر على فكرة كمان. ناخدها؟ It's a nice game. خلاص معناته هاي عشان البيكنيك. يلا خلينا نروح. يلا ليتس جيت ات. اللي بعده في مكان الكراسي والقعده. طبعا احنا بدراغون مول 2 بنذكر المشاهدين انه كل حلقه احنا وي ميكس لازم تروحوا على المكانين دراغون مول 1 و 2. ولما تطلعوا على اي بيكنيك كثير حلو انه تاخذوا معاكم خيمه بتعطيكم سم سنس اوف برايفسي. وممكن الواحد اذا بده يخيم البيكنيك بده يقلبها مثلا اوفر نايت بمكان حلو وجو حلو. احجامها فكره كثير حلوه. واسعارهم جد انها كويسة. واي ثينك طلع كيف هاي. Yeah. طلع كيف شكلها. بتكون فيك تعملها زي قاعده تكون شفافه وفيك تسكرها وتنام فيها على ما اظن. والله حلو. فيري كول. والله حلو. حتى في عندهم كمان احجام مختلفه. حتى هاي كمان شوف كيف فيك تمدها انت وتكمل القعده كمان. هون لبرا. يعني فيك تعمل ظل كمان زياده. فيك تعمل ظل. سيتنج اريا ممكن تكبر. حلو كثير. فوالله هذا المحل على فكره فن البوادي. هاي ثاني حلقه بزوره بصراحه. عنده شغلات للطلعات رائعه. عنده خيارات كثيره. كثير. موضوع الكراسي، موضوع اختيار الكراسي جدا مهم. طبعا هون احنا عندنا التشكيله تبعت القعده اللي بتكون على الارض. قاعده عربيه هاي. بتكون هاي للبر مناسبه. حلو. تركز ظهرك ترتاح. ادجستبل. ادجستبل كانه. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا الباربيكيو. احنا على فكره ممكن ناخذ شيء صغير زي هيك بس اذا لاحظت في شيء خرافي فيها الموتور. فهذا السيخ بضله يلف يلف فبيطبخ اللحمه مزبوط مزبوط. هذا هو الروعه. طبعا جدا مهم موضوع تنظيم الاغراض وضبها بطريقه كويسه ومرتبه. لا. لانه هذه بتريحك لانه اذا ما نظمت شو بصير فيك؟ بتضيع، بتصير تبكي اخر الطلعه. هاي هناك وهداك هناك وهداك هناك. حتى عندهم على فكره السناتي اللي بعجلات بتريح لك الحياه. جرب وامشي. طبعا بدك تشيل البيت معك. دول معروفين معروفين بالامارات بضوا السناره لانهم بيركبوا على شيء زي السناره بيرفع لفوق فبوزع الضوء بشكل كبير. وفي منهم اشكال والوان كثير هون. واخيرا وليس اخرا بنحب نحكي شكرا كثير لمحمد لانه اليوم كان ضيفنا بحلقه هاو تو بلان ا بيكنيك من هاو تو سيريز من دراغون مارت. شكر خاص لك. كيف كانت الاكسبيرينس تبعك بهالحلقه؟ والله اكسبيرينس حلوه وام هابي تو بي هير. طبعا هي الموسم قرب والجو الحلو قرب فهي الحلقه راح تفيدكم كثير بالذات لو بتحبوا هذه الطلعات والاجواء. تكون عجبتكم حلقه اليوم من هاو تو سيريز المقدمه اليكم من دراغون مارت وان شاء الله تكون وفرت لكم جميع الحلول والاشياء اللي بتحتاجوها عشان تعملوا ا فيري نايس بيكنيك. ما تنسوا طبعا تعملوا سبسكرايب لهي القناه عشان تحضروا الحلقات اللي قبل. واذا عجبكم الفيديو اكبسوا لايك وما تنسوا تتابعونا بكل حلقه جاي. مع السلامه.